اتفاق جديد لتنفيذ الملحق العسكري في إطار اتفاق الرياض، سلسلة من الاتفاقات التي لا تجد طريقها للتنفيذ. هذا ما انتهى إليه التصعيد بين الحكومة والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا بعد أن كان الوضع على وشك الانفجار في أبيان وعدن. على مدى أيام كان الجميع يشحذ أسنة الحرب وسط تبادل اتهامات بين الطرفين بعرقلة تنفيذ الرياض. هذا التصعيد يأتي بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية تضم دبابات وأسلحة ثقيلة تابعة للانتقالي إلى شرق مدينة زنجبار عاصمة أبيان. الحكومة الشرعية كانت أيضاً قد دفعت بتعزيزات إلى مدينة الشقرة، فيما كان أنصارها يتحدثون عن عملية عسكرية كبرى للسيطرة على أبيان وربما عدن. بالنسبة للحكومة فإن هذه المواجهة أمر حتمي بوصفها آخر الحلول لاستعادة عاصمتها المؤقتة التي تعذر استعادتها عبر اتفاق الرياض، فيما كانت المواجهة بالنسبة للانتقالي حربا لترسيم حدود القوة واستعادة تأييد بات يفقده كل يوم منذ سيطرته على عدن العام الماضي. قادت السعودية جهودا للتهدئة أثمرت عن تشكيل لجنة عسكرية من الطرفين لوضع حد لهذا التصعيد، وبحسب بيان للجنة فإن الاتفاق الجديد يعني بتنفيذ الملحق العسكري لاتفاق الرياض، وأن اللجنة ستواصل أعمالها للإشراف على تنفيذ النقاط الواردة في الاتفاق. وفيما تبدو مهمة الإمارات واضحة وهي تدفع بالقوات الموالية لها في المحافظات الجنوبية لنشر الفوضى، تحولت مهمة السعودية من ضام وراع لاتفاق الرياض إلى وسيط يحاول السيطرة على الوضع للبقاء على ما هو عليه. تم إيقاف المواجهة ولكن لم يتم إنهاء أسبابها، ولهذا فإن عدم تنفيذ الاتفاق الجديد سيجعل من اتفاق الرياض مجرد ذكرى للفشل، كما هو حال كل شيء ترعاه السعودية.